السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد علاء من قناة إيزي بايكر. معانا النهاردة سكوتر كيمكو أزيليتي 216 بلس، سكوتر مميز جدا ونازل باكتساح في السوق وسمعته كويسه جدا، فيلا نشوف دلوقتي المميزات بتاعته ونشوف التفاصيل بتاعته واحده واحده. اول حاجه السكوتر ده 163 سي سي مش 200، لكن عشان هو انجكشن فبيديك نفس الكفاءه بتاعت اي سكوتر 200، وبيديك كمان قوه 11 حصان ودي حاجه برده مميزه جدا. عندنا الطول بتاعه من تحت لفوق 121 سنتي، اما العرض من العجله للعجله 205 سنتي. الوزن 126 كيلو، يعني هو مش بنفس الخفه بتاعت السكوترات الثانيه، بس ما تحسش بالتقل ده خالص عادي. عندنا سعه التانك بتاعته 7 لتر، فدلوقتي هو اللتر ب 8، فهتلاقي دلوقتي التفويله 7 في 8 في 56 جنيه بالظبط. عندنا فرامل امامي وخلفي باكم، السكوتر واحد سلندر وتبريد هواء. قدام هنا الجنط 16، اما الجنط اللي ورا 14. طبعا عندنا ورا هنا اثنين مساعدين. السكوتر الاقصى سرعه بتاعته يعني هي ممكن تقول ما بين 125 و 130، ده التوب سبيد بتاعته. نبدا السكوتر واحده واحده من اوله لاخره. عندنا ده هنا الوش شكله كويس جدا. هنا الفانوس في الصدر مش في الجدون، الجدون هنا فاضي مفيهوش اشارات ولا اي حاجه. هنا الفانوس الرئيسي والاشارات على الجنب، هتلاقوا ان هنا في LED تحت بعض هنا وهنا، بس في شكوى في النور بتاعه مش قوي زي بقية السكوترات، يعني كان ممكن يبقى احسن. هنا الرفرف اللي قدام شكله كويس برضو، الحتة لو هتلاحظوا هنا الاسود مع الجري برضو مديله لون كويس. هي تقسيمة الالوان في السكوتر عموما شكلها حلو، جري واسود. شوف الفانوس اللي ورا، عندنا هنا الفانوس اللي ورا ما فيهوش LED ولا اي حاجه، هو هنا عريض مش رفيع، يعني اغلب السكوترات بيبقى الفانوس الاحمر ده بيبقى رفيع في النص، لكن هنا هو عريض. وهنا الاشاره هنا نفس الكلام. ده المنظر من ورا، بيبقى جاي مع السكوتر هنا بوكس بيبقى هنا بالظبط، بس صاحب السكوتر شايله برضو، بيبقى هو نازل مع السكوتر. ودي ميزه كويسه برضو ان بيبقى مساحه التخزين بتاعت السكوتر عاليه غير الشنطه اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض. الشنطه برضو مساحتها واسعه، بس انا يعني اعرف كذا حد بيشيل البوكس اللي ورا، يعني بيقول مش بيحتاجه بما ان مساحه التخزين بتاعت الشنطه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي هي مساحتها كويسه اصلا. هنا الشنطة بتتفتح من الجنب، تمام. هنلاقي هنا انها اخدة خوذة، ده غير المساحة دي كمان، يعني هي المساحة كويسة جدا جدا، مساحتها واسعة. هنلاقي هنا البطارية، ممكن نلاقي ان السكوتر بيتفتح من الجنب ده عيب وفي نفس الوقت ميزه. الميزه بتاعته ان هو ممكن في ناس بتسرق السكوترات او بتفتح الشنطه من تحت، ده هيبقى صعب شويه. هنا في الكونتاك مش هتلاقوا مكان لفتح الشنطه، تمام. هنلاقي هنا تانك البنزين،
وهنا طبعا مفيش حاجه. هنا اغلب السكوترات البطاريه موجوده هنا، لكن البطاريه موجوده في الشنطه، وتانك البنزين المفروض يبقى في الشنطه محطوط هنا بره. تمام. في معلومه تانية برضو ان البوكس في كذا حد برضو بيشيله عشان بيحس على سرعه عاليه شويه ان السكوتر بيعوم منه او بيبقى مقاوم للهواء شويه فبيشيلوه. طبعا هي كلها اذواق. تمام. هنشوف هنا مع بعض في درج صغير، هو درج صغير جدا يعني هو مستحملش تقريبا اي حاجه، حاجات بسيطه جدا جدا. جوه هنا هتلاقي شاحن، بس الغريب في الشاحن ده ان هو حتى مش يو اس بي، لا ده هو محتاج زي العربيه اللي هو المكان بتاع اليو اس بي نفسه اللي بيخش جوه زي بتاعه العربيه بالظبط، ده زي مكان الولاعه كده، بس طبعا مش محطوط فيه ولاعه، ده بيتحط فيه مكان يو اس بي بيتباع في اي حته. دي حاجه غريبه شويه، كان ممكن يحطوا يو اس بي وخلاص يعني. تمام. هنا برضو في مكان تعلق منه اي حاجه، تعلق فيه اي حاجه. نشوف مع بعض بقى العداد. هنا العداد شكله كويس مش وحش تقليدي. هنا السرعه ماشي على سرعه قد ايه. هنا التانك. تمام. هي الحته اللي فوق دي بس كده يعني، مش الدايره الكامله دي. موجود هنا الساعه بس بنظام ال 24 ساعه مش كل 12 ساعه. وهنا انت ماشي قد ايه، مشيت قد ايه بالظبط بالظبط. هنا طبعا مكان الاشارات بحيث ان انت هنا بينور مع الاشاره. المكان ده بتاع الموتور بينور لو في حاجه في السكوتر، لو في حاجه في الموتور عايزه تتظبط او يعني حاجات علاقه بالموتور بينور. هنا النور العالي، اللمبه دي بتنور لما بتبقى مشغل النور العالي. تمام. نبدا بقى الزراير. الزراير هنا زي اي سكوتر، هنا دي زراير الانوار. تمام. هنا المارش، هنا عندنا كلاكس اشارات يمين وشمال. هنا ده كده النور الواطي وكده النور العالي، وهنا بترعش بالنور او بتعمل باس. زي ما قلت لكم برده هنا مفيش زرار لفتح الشنطه، هنا باس بدل فتح الشنطه. تمام. هنشوف الاشارات وهي شغاله. نورها مش قوي قوي زي ما قلت لكم، مش واضح يعني الصبح مش واضح. وهنا ورا يعني كان في ممكن يبقى النور اقوى من كده واحسن من كده. تمام. ده هنا شكل المرايه. موجود هنا الستارز بتاعت الراكب اللي ورا، تفتح بالزرار ده. هنا الحمالة العادية، هنا حمالة النص اللي هي واقفة عليها، هنا فلتر الهواء. طبعا ده المكان اللي بفتح منه الشنطة المفتاح. هنا الناحية التانية في هنا الجاكمان، الجاكمان شكله حلو قوي. الجاكمان شكله عاجبني عن نفسي يعني. هنا مكان تغيير الزيت وتغير الزيت، طبعا الستارز التانية. كمجمل السكوتر ده فيه مميزات كتير. هو سعره حاليا في السوق وقت تصوير الفيديو أو وقت تنزيل الفيديو 31,000. طبعا هو الكواليتي بتاعته بتاعت الفيبر نفسه، سواء الفيبر سواء اي حاجه موجوده في السكوتر، حتى الكرسي هنا هتلاقوا ان خامته كويسه قوي مش بتزحلق. كل ده مناسب للسعر بتاعه، انا شايف ان سعره كويس عليه. شايف ان الشنطه بتاعته ميزه قوي، الشنطه كبيره والبوكس اللي بينزل معاها ورا. السرعه بتاعته بيجيب سرعه عاليه، ودي برده حاجه مميزه جدا. فانا شايف ان السعر مناسب جدا على سكوتر. شكل السكوتر كمان كويس قوي، تقسيمه الالوان بتاعته حلوه، يعني تحسه شيك جدا وانت راكبه، تحسه حاجه غاليه.
بس. وده كان ريفيو كامل عن سكوتر كيمكو اجيلتي 216 بلس. لو في اي حد عنده اسئله او كومنتات يكتبها في الكومنتات وانا برد عليها كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.